هعمل دلوقتي سلطه مكرونه بالتفاح والبيكان. المكونات: مكرونه فيونكه مسلوقه، سبانخ، تفاح، برتقان، عصير ليمون، خل عنب، حبه البركه، بابريكا، بودره بصل، بيكان، كرفس، وتوت ناشف. هبتدي اعمل الدريسنج: زيت. موضوع سهل قوي، كل اللي فيه بس سلق المكرونه. نحط ايه؟ 3 4 معالق زيت وملح وبابريكا، بودره بصل، وهاخد الليمون وخل العنب. هاخد حبة البركة لأن مش هقدر ارشها على في الآخر من الهواء، فهحطها كلها في الدريسنج، فهتتحرك أو تبقى موجودة في كل مكان في السلطة. يبقى كده الدريسنج جاهز على التقليب. عندي بس التفاح، أقطعه كده هقطع التفاح ويدجز كبيرة كده عشان يبقى باين. السبانخ احاول بقى اقطعها بسرعه وارجعها تاني في نفس الطبق علشان ما تطرش. هتتاكل نيه زي ما هي. موضوع ان احنا الاكل الني او الخضار الني يوجع البطن، الكلام ده مش مظبوط. طبعا مش كل الخضار، يعني اغلب الخضار بيتاكل ني ما بيوجعش البطن خالص. بس واحده واحده علشان لو سبت اي حاجه من دول هتطير. عايز اقول لحضراتكم اللي بيطير ما بيتمسكش، بيتحطش في الزباله. ده كلها حاجات اورجانيك، كلها حاجات طبيعيه، يعني مع الوقت هتتحلل وهتروح، يعني انا مش بوسخ حاجه. اقطع الكرفس هرجعه تاني. على فكره الكرفس مفيد جدا جدا جدا، لو تعرفوا تعملوه عصير سهل قوي. خلاط وميه وسكر او ملح زي ما تحبوا، ويتضرب في الخلاط ويتصفى ويتشرب، مفيد جدا جدا. ويا سلام لو عليه بقدونس كمان، بينظف الجسم كويس قوي. كده نجيب طبق كبير هاخد بقى من المكرونه والسبانخ، برتقان، كله بقى متقطع فكله سهل اللي جاي، والكرفس، اي فاكهه ناشفه، توت ناشف، عنب ناشف، اي حاجه بتعمل طعم حلو قوي، والبيكان نحط شويه كده. والتفاح ممكن بقى يترص هنا كده. جنب بعضه كله. انا مش هقلب حاجه، انا هسيب كل حاجه زي ما هي، وقت الاكل يبقى التقليب، حتى هي شكلها مش بطال. وهاخد مضرب اقلب الدريسنج. ما حطيتش على الدريسنج ده ميه علشان حطيت الخل وحطيت الليمون. وبعدين الدريسنج علشان ما يطرش. وقطعتين ليمون.